كشفت رئيسة بعثة الصندوق صندوق النقد الدولي إلى مصر للشرق أن صندوق النقد أجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، أرجأها إلى 29 من يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة اليوم دون ذكر أي سبب وراء هذا التأجيل. من جهته عزى مسؤول حكومي للشرق هذا التأجيل إلى عدم استيفاء بعض الشروط، واعتبر أنها إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً. وهذه نظرة على أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية. البداية مع المؤشر الرئيسي، مؤشر الاي جي اكس 30 والذي يرتفع حاليا ب 14 نقطة المئوية. طبعا كان المؤشر في جلسة الأمس كان على بعض التذبذبات، يعني ما بين تراجعات في بداية الجلسة عودة مرة أخرى للارتفاعات، ولكن في المجمل في جلسة الأمس المؤشرات في مصر كلها أغلقت على ارتفاعات وأغلقت في النطاق الأخضر. طبعا نشاط القطاعات بالنسبة للسوق المصرية كانت نشطة في جلسة الأمس، القطاعات تتحدث عن القطاعات القيادية. إذن هذه هي بداية الجلسة بالنسبة للسوق المصرية، المؤشر الرئيسي على ارتفاعات. طبعا المؤشر منذ مطلع العام يرتفع ب 14%، في هذه الأثناء الارتفاعات تجاوزت ذلك وتجاوز حتى مستوى 33,000 نقطة. كما نتابع في بداية شهر مارس في الرسم البياني تجاوز مستويات 33,000 نقطة قبل أن يعود مرة أخرى ويصحح الاتجاه. بالنسبة لنشاط القطاعات في جلسة اليوم وكيف تبدو الصورة، إذن هذه هي الأسهم الأكثر نشاطا في المؤشر في بداية هذه الجلسة. هذه قائمة بالمرسى علم في المقدمة وعلى تراجعات بأكثر من 4%، وادي كومومبو أيضا على تراجعات مشابهة في جلسة اليوم. هذه الأسهم الأكثر نشاطا. ماذا عن أداء القطاعات القيادية في المؤشر؟ قطاع البنوك كيف تبدو الصورة في قطاع البنوك على بعض الارتفاعات، ارتفاع ب 14 النقطة المئوية. يعني القطاع البنكي كان داعم كما هو الحال بالنسبة للقطاع العقاري بالنسبة للبورصة المصرية، ولكن كان على بعض التراجعات سهم البنك التجاري الدولي في جلسة الأمس أول أمس تحديدا كان على بعض التراجعات بأكثر من 1%، ولكن يعود مرة أخرى ليدعم أداء القطاع البنكي في المؤشر الرئيسي. بالنسبة لقطاع الموارد الأساسية أيضا يرتفع بربع النقطة المئوية. قطاع العقارات كما ذكرنا أيضا على ارتفاعات بثلاث أعشار النقطة المئوية في جلسة اليوم. قطاع السياحة والترفيه على ارتفاع بعشري النقطة المئوية. إذن حالة من الإيجابية بالنسبة للمؤشر في المؤشر الرئيسي في مصر، مؤشر الاي جي اكس 30، ثلاثة أسابيع متتالية ما يقارب 10 جلسات أو 11 جلسة لم يتخللها سوى جلسة واحدة حمراء، وباقي الجلسات هي في النطاق الأخضر. كما ذكرنا دائما هو التشكيل الحكومي الجديد كان من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق المصرية في الجلسات الماضية. إذن هذه كانت نظرة سريعة على أداء المؤشر في مصر، وسنعود لنحدث أيضا أداء السوق المصري، لكن قبل ذلك ننتقل إلى القاهرة وينضم إلينا من هناك من أمام البورصة المصرية مراسلنا محمد سعيد. يعني محمد سعيد، يعني الإيجابية قد تكون هي السمة بالنسبة لأداء المؤشر وإن كان تخلل بعض الجلسات هناك، يعني حالة من التذبذب والتراجعات الطفيفة. أبرز ما يحرك السوق خلال هذه الفترة وفي جلسة اليوم؟ تحياتي عماد لك والزملاء والمشاهدين. يعني بالفعل في مستهل تعاملات جلسة اليوم نسجل ارتفاعات بثلث النقطة المئوية للمؤشر الرئيسي ونحو 16 النقطة المئوية للمؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وقطاعيا أضيف على ما ذكرته الارتفاع المسجل على قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنحو 0.35 النقطة المئوية في هذه الأثناء. ويعني على أبرز الأخبار المحركة للسوق تأتي أخبار أو أرقام التضخم المعلنة صباح اليوم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وانحسار وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى 27.5%، ما يمهد أو يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري في
خامس اجتماعاته للعام الحالي، وهو الاجتماع المرتقب انعقاده نهاية الأسبوع المقبل، يمنح الانخفاض المسجل في أرقام التضخم يمنح المجال أمام المركز المصري للاتجاه لمزيد من التيسير، في وسط توقعات لعديد من الاقتصاديين بأن يكون التيسير هو السمة الغالبة لأداء البنوك المركزية حول العالم بنهاية العام الحالي. وأرقام التضخم المسجلة اليوم يعني تأتي منخفضة بدعم من سنة الأساس، وتأتي أيضا منخفضة بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز على أساس شهري بنحو 7% بحسب الأرقام المعلنة صباح اليوم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى صعيد أخبار السوق، ربما الترقب لا زال سائدا فيما يخص نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بأن يواصل القطاع المصرفي دعم ربحياته، لا سيما مع أسعار الفائدة المرتفعة، ولا سيما مع استفادة القوائم المالية للبنوك المصرية من التغير الحادث لقيمة العملة المحلية في مارس الماضي، والتي تدعم ربحية البنوك المصرية ككل، ولا سيما البنوك التي تعد قوائمها المالية بالجنيه المصري، وهي أغلبية في السوق المصرية باستثناء بنكين فقط هم من يعدان قوائمهم المالية بالدولار الأمريكي. إلى غير ذلك يعني لا توجد أخبار جوهرية فيما يخص الشركات المقايضة في السوق اليوم، باستثناء ما أعلنته شركة أوراسكوم المالية من اتجاهها لإعدام أسهم خزينة تزيد نسبتها عن 1.2% من مجمل رأس مال الشركة، وذلك بغرض الحفاظ على استقرار المستويات السعرية للسهم في البورصة المصرية. نترقب معك محمد أكيد أي نتائج مالية للشركات في المؤشرات المصرية من أمام البورصة المصرية في القاهرة. محمد سعيد مراسل الشرق الأخبار، شكرا جزيلا لك. وفي لقائنا مع الشرق، قالت رئيسة قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة ابتسام محمود، قالت إن محفظة الاستثمارات التراكمية للشركة تتخطى 75 مليار جنيه، وتخطط الشركة لاستثمار نحو 1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024-2025. احنا بصراحة المحفظة الاستثمارية بتاعتنا دلوقتي تخطت 75 مليار ان شاء الله، على يعني 30/6 ممكن تبقى أزيد من كده حاجة بسيطة من نهاية السنة المالية اللي فاتت. بنستهدف طبعا في كل قطاعات الدولة، احنا كشركة مصر تأمينات الحياة بنساهم في كل قطاعات الدولة. اقتصاد مصري بصراحة الفترة الجاية متوقعين فيه نشاط أكتر من كده، خاصة إن في شركات كتيرة ابتدت تدخل تقدم لنا على بري أي بي أو وأي بي أو، فيعني إن شاء الله الفترة الجاية مستهدفين في الإيكوتي، وكمان طبعا إحنا بنستثمر في كل أوعية الدخل الثابت، كل الأوعية اللي بيصدرها البنك المركزي ووزارة المالية، وده طبعا عشان احنا شركه لونج تيرم، استثماراتها لونج تيرم مهم جدا، لاكيد حضرتك عارف اولا عشان ارتفعت، عشان مؤشرات البورصه كلها ارتفعت، فاحنا طبعا مساهماتنا كبيره في البورصه، وبالتالي اتفاجئنا بتضخمها الحمد لله يعني. وكمان عندنا مساهمات غير متداوله وبنعيد طبعا تقييمها كل سنه، وصلت زي ما بقول لحضرتك في 31/3 تقريبا حوالي 24 مليار وكسر، دي مساهمات فقط، دي محفظة، كل محفظة المساهمات يعني ممكن تتجاوز أو تقرب من المليار إن شاء الله، يعني في الخدمات اللي احنا أو المساهمات والشراكات اللي احنا في إطار الموافقات حاليا ممكن تتجاوز ده. كمان برضو احنا دلوقتي بنتبع الصندوق السيادي، وده بصراحة مخلي القرار الاستثماري يكون فيه كمان يعني تنسيق أكتر، وبيعرض علينا فرص أكبر. هذا وتضع الحكومة المصرية خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي أضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة سددت ما بين 20-25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً. وكانت الحكومة المصرية نهاية الشهر الماضي سددت 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، وفقا لتصريحات مسؤول حكومي تحدث للشرق. وتصل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي.
وكشفت مصادر للشرق أن شركة إيني الإيطالية تعتزم حفر بئرين جديدين في حقل زهر بمياه البحر المتوسط العميقة باستثمارات تقدر ب 160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل. ويمثل هذا الحقل، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً، والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعبة يومياً.